السلام عليكم عصابة الربح، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معانا النهاردة اثباتات سحب باكتر من $15 مجانا من موقع هارلي ماينر. الموقع ده تالت فيديو اتشرح لي على القناة. الموقع ده ممتاز، في ناس حققت منه مبالغ كويسة جدا من غير اي حاجة، من غير استثمار. يوتيوب بس بتعمل مهمة بسيطة للموقع، تاخد عليها مكافآت كويسة جدا. المكافآت الاسبوع ده عالية بالدولار، فحبيت اني اشرحها، يعني اقول لكم المكافآت كام والكلام ده. بس اول حاجه ننزل كده نشوف خطه الموقع مع بعض. زي ما قلنا الموقع ده بيدي 1.18% كل ساعه لمده 90 ساعه، حد ادنى الايداع $5، وارباح الحاله الخطه الاولى 3%. كل خطه ليها ارباح الحاله توصل ل 15%. هننزل كده. الموقع ده شغال بقاله 97 يوم. الموقع ده ابتدى يوم 11 من 3 شهور. العدد اجمالي الحسابات اللي فيه 25,000 حساب. الإدعاءات اللي فيه صحبات تقدر تشوفها من أدي دي صحبات والإدعاءات. أنا عن نفسي شوفت الموقع ده من صحبات بأكتر من $1,000. مثلا عارف حاجة صاحبة الموقع ده أكتر من $1,000، بس طبعا باستثمار، يعني $1,000 من غير يعني. تمام، هنطلع كده فوق. طبعا احنا شرحنا الساين اب كذا مرة، في فهندوس على لوج ان على طول. تكتب كده اليوزر نيم بتاعك والباسورد وبندوس على تسجيل دخول. ادي الصفحة بتاعتنا في الموقع، واجمالي السحبات بتاعتي من الموقع هنا 84 سنت من عملة الدولار. ده طبعا غير البونت، يعني ده هنا الموقع داشبورد، غير المكافآت خالص اللي احنا بنستغلها، عشان المكافآت دي بيبعت على عنوان البيتكوين على طول. بس الاسبوع ده تقريبا هيضيف الارباح بتاعت مكافآت في اكونت الحساب بتاعك، وانت تسحبها على طول، مش هيحطها لك كاستثمار، يعني هيحطها لك في اكونت بالانس، وانت تخش تسحب على طول. ازاي بقى نعمل ايداع؟ بندوس على ميك ديبوزيت من هنا، تختار الخطة اللي انت عايزها، في مثلا الخطة الاولى والتانية وهكذا. بتختار من هنا البنك، مثلا انت عايز تودع في البيتكوين، بتحدد انت عايز تودع كام. هنا طبعا حل ادنى $5، بتدوس على كلمة ميك ديبوزيت. الموضوع بسيط جدا، طبعا هو هنا $3، فبيقول لك لازم اقل حاجة $5 في الخطة الاولى. هتكتب هنا $5 اهو، بندوس على ميك ديبوزيت، بيأكد لنا العملية. بس انت طبعا بتختار الخطة الاولى وانا اختار الخطة الثانية. هنرجع كده return to previous batch. عشان تسحب من الموقع بتدوس على كلمة withdraw، الكلام اللي هو بيلف هنا ده، تنزل تحت بيبقى معاك، بتدوس على نوت سيت على لو انت مش حاطط عنوان المحفظه بتاعتك، وبيوديك على الاعدادات بتقدر تحطها. يعني لو دوسنا كده هنلاقيه ودانا لصفحه الاعدادات، نحط المحفظه بتاعتنا في الموقع اهو. انا ضايف مثلا محفظه الباير بتاعتي، وبتضيف انت بقى البيتكوين والكلام ده وتكمل حاجه. لو رجعنا كده تاني بيتحدد البنك اللي انت عايزه، وبتروح دايس على تحت تحدد الكميه، وتروح دايس على ويزدرو، وبيروح ساحب معاك. الجملة اللي بالأحمر دي you have no found وزني، دي بتبقى موجود مكانها انت عايز تسحب كام، أول ما بيبقى معاك رصيد في الحساب. أما بالنسبة للبونتي بقى، ده اللي قلتلكوا عليه، هنروح كده عليه أهو. البونتي بقى الأسبوع ده بيدفع كام؟ هيدفع $2 في مجرد إن أنت تعمل بوست على الفيس عندك، يعني حاجة في منتهى التفاهة. فممكن كمان هقول لك بقى على طريقة لو أنت مش عارف تعمل إيه، إزاي البوست والكلام دون. وادي تويتر، وادي الفي كي برضو $2، $2 على كل حاجة. على الانستجرام، انستجرام انا عايز يبقى عندك 100 فولورز بس، يعني انت عندك 100 فولورز خلاص تقدر تعمل البوست وتاخد عليه $2. يعني بصوا هنا، وبرضو التليجرام ماركتنج لو نزلنا كده، حتى تريست تاخد عليه $2. مجرد ما انت هتكتب عليه حوالي 5-6 كلمات، تخش مش 5-6 كلمة، كانت ممكن تكتب حوالي 20-30 كلمة. تخش على الترجمة بالعربي، اكتب عن الموقع، هذه شركة ممتازة للاستثمار، استثمرت فيها والكلام دون. خلاص انت خدت كوبي، روح على التريست، حط الكلام اللي انت كتبته، دوس على سبميت هنا، وخلاص كده انت خدت $2. يعني حاجة مش هتاخد في ايدك 5 دقايق حرفيا. الاثباتات بقى فين؟ هنرجع كده نشوف صفحة الصفحة بتاعت اللي هو الجوايز بتاعت هارلي ماينر. ادي الشيل بتاعهم اهو،
ده اللي بيقولك بقى الريفيو بتاعك قبلت ولا لا. لو نزلنا كده عند الفيس هنزل تحت خالص، اللي بالاحمر دي معناها ما اتقبلتش، اللي بالاخضر دي معناها اتقبلت. عشان انت لازم تقرا الشروط كويس، يعني مثلا في الفيس لازم يكون عندك 500 فريند او 500 فولور، تمام؟ لازم يكون دول موجودين، لو مش موجودين هيقول لك غلط ونوت بروبابلي دان. والتليجرام نفس الحوار، والتريست تريكر بتتقبل. الفيسبوك برضو ريبوست برضو نفس، لازم يكون عندك نفس الحاجة. لو رحنا بقى على الانستجرام هنلاقي ان انت لازم يكون عندك 100 فولورز بس، ودي حاجة بسيطة جدا، حاجة في منتهى التفاهة. الدفع في الموقع المتفقد دي هو بيشوف المشن اللي انت عملتها دي اتقبلت ولا لا، بس بيجي هنا ان لسه ما دفعتش. كل المشن دي بتدفع مرة واحدة يوم الحد. بس كده، ده كان شرح النهاردة، وكده خلصنا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.